بكم مشاهدينا الكرام. بدأ أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم بجامعة صنعاء وجامعات حكومية أخرى تنفيذ برنامج الإضراب التدريجي عن التدريس الذي أعلنوا عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال بيان الأعضاء هيئة التدريس بالجامعة إن البرنامج الاحتجاجي سيأخذ 3 مراحل تبدأ بتعليق الشارات الحمراء وتنتهي بالإضراب الشامل عن التدريس، وذلك احتجاجا على توقف رواتبهم للشهر الرابع على التوالي. نقف أمام هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل يشير هذا الحراك الأكاديمي إلى بداية ثورة احتجاجات وإضرابات شاملة ستجتاح بقية المؤسسات والمصالح الحكومية الأخرى في العاصمة صنعاء؟ وكيف ستتعامل ميليشيا الحوثي والمخلوع مع هذه الاحتجاجات؟ تعرض أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء للقمع الذي وصل حد الاختطاف والاعتداء الجسدي عوضا عن التخوين والاتهام بالعمالة، وذلك على خلفية المطالبة بصرف مرتباتهم. الحراك أكاديمي بحثا عن الحقوق المسلوبة من قبل ميليشيا الحوثي، ويراه الكثير من المراقبين بداية لانفراط السبحة وتنامي حركة الاحتجاجات الحقوقية بعيدا عن الحسابات السياسية. بداية نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لنبدأ النقاش. لم يسبق لأساتذة الجامعة أن عاشوا ظروفا كهذه، وأصبحوا عاجزين عن مجرد الوصول إلى قاعة الدراسة، وهو حال فشل الأكاديميون في إخفائه عن طلابهم، فلجأوا إلى كتابة رسالة إليه مطلع الأسبوع الجاري قالوا فيها: لا نحن ولا أنتم قادرون على الوصول إلى قاعة الدراسة، لقد استنفدنا كل إمكانياتنا خلال الأشهر الماضية. سبقت تلك الرسالة حركة الإضرابات التي بدأت في جامعتي صنعاء وعمران، وقد تم توزيعها على مراحل، بحيث بدأت بتعليق الشارات الحمراء والتي تسبق الإضراب الكلي المقرر أن يبدأ السبت القادم. رئاسة الجامعة المعينة من قبل ميليشيا الحوثي تحاول مواجهة الاحتجاجات السلمية بخطوات وصفتها نقابة هيئة التدريس بالغريبة. فقد وجه رئيس الجامعة أمرا بإيقاف نصف راتب كان مقررا أن يحصل عليه أعضاء هيئة التدريس مقابل أن يسلموا أوراق الامتحانات. الطلاب الذين ما زالوا قادرين على الذهاب إلى جامعتهم وصلوا معترضين على إجراء الامتحانات نظرا لعدم قدرتهم على الدراسة خلال العام، وتساءلوا كيف يمكن الامتحان دون أن يدرسوا أصلا، إذ كانوا عاجزين عن الحضور اليومي ثم الأسبوعي بعد توقف الرواتب وغلاء المعيشة وارتفاع أجور المواصلات. ما يتعرض له الطلاب والأكاديميون في الجامعة يعد ابتزازا واستغلالا لظروفهم المعيشية، ومحاولة لإجبارهم على الاشتراك في إجراءات مخالفة للقانون ولمعايير النزاهة الأكاديمية وفق توصيف نقابة أعضاء هيئة التدريس، والتي رأت أيضا أن تسليم الامتحانات قبل موعدها يعرضها للتسرب ويخل بنزاهة العملية الامتحانية ومصداقيتها. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ حلقتنا مع الدكتور هشام ناجي عضو الهيئة الإدارية لنقابة هيئة التدريس الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من صنعاء. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا بلقيس على تفاعلها الدائم مع شؤون جامعة صنعاء وشؤون البلد والوطن اليمني ككل. أهلا بك دكتور. أنتم اليوم أعلنتم عن برنامج تصعيدي نتيجة مطالبتكم بالرواتب المنقطعة منذ عدة أشهر، حدثنا أكثر عن هذا البرنامج. في الواقع طبعا كما تعلمون أنه الوطن يعاني منذ فترة، والموظفين بشكل يعني خاص، وطبعا كل من يعتمد على الموظفين في دوران العجلة الاقتصادية. نعم. الموظفين لم يستلموا رواتبهم منذ سبتمبر الماضي، وهذا كله طبعا أثر على حياتهم المعيشية، حياتهم الاقتصادية، وربما حتى حياتهم الاجتماعية. ومن ضمن هؤلاء طبعا أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والموظفين والموفدين في الخارج. هذا أدى طبعا إلى وصول أعضاء التدريس بشكل إلى وضع مزري لم يكن يتوقعونه، يمكن الأكثر تشاؤما لم يكن يتوقع أن يصل به الحال إلى هذا الحد. حاولنا بقدر الإمكان التواصل مع الجهات المعنية،
حاولنا بقدر الإمكان التواصل مع سلطات الأمر الواقع منذ شهور تقريبا، ونحن نحاول نقول لهم أن استمرار الوضع كما إلى ما وصل عليه الآن سيؤدي في الأخير إلى توقف العملية التعليمية، حتى وإن لم يكن بواسطة الإضراب فسيكون بسبب انعدام الوسائل المادية اللي ممكن تخلي أعضاء التدريس والطلاب أيضا والموظفين أنهم يواصلوا العملية التعليمية. وللأسف جميع محاولاتنا باءت بالفشل، كل ما حصلنا عليه هو مجرد وعود، الوعود هذه لم تحقق. فتواصلنا مع زملائنا أعضاء الهيئة الإدارية مع أعضاء الهيئة الأكاديمية، وعقدنا لقاءات تشاورية طالبتنا فيها القاعدة الأكاديمية بإعلان الإضراب يعني بشكل مباشر. طبعا احنا راعينا الظروف السياسية اللي بتمر بها البلد، حاولنا نعطي فرص للجهات بحيث انها على الاقل توفر سبل العيش لاعضاء التدريس، ولكن زي ما قلنا في النهايه وصلنا الى ما كنا نحذر منه منذ البدايه. نعم. والان اعلنا الخطوات التصعيديه بموجب القانون والدستور. نعم. انه اعلان الاشارات الحمراء لمده 3 ايام، ثم اضراب جزئي يومي الاربعاء والخميس القادم من الساعه 10 الى الساعه 12، توقف عن التدريس تماما. ويبدا من الاسبوع القادم اذا لم تتحقق المطالب وتسلم المرتبات سنبدا في الاضراب الشامل. انت تحدثت دكتور عن مطالب بالاضافه الى المرتبات، ما هي هذه المطالب التي هي بجانب تسلم رواتبكم المنقطعة منذ ديسمبر كما تفضلت؟ طبعا هناك مطالب، هي طبعا مطالب تراكمية. للأسف الجامعة منذ سبتمبر 2014 للأسف مرت بمرحلة يمكن مرت بها البلد ككل، ولكن الجامعة بشكل خاص أصبح الآن السلطات تتدخل في أمور وشؤون الجامعة بشكل همجي بشكل مزعج لأعضاء التدريس وللعملية التعليمية ككل. الآن أصبح الطلاب للأسف بعض الطلاب طبعا التابعين لهذه اللجان الثورية يتحكمون حتى في سير العملية التعليمية، يتحكمون في تصحيح الاختبارات، يتحكمون في قبول الطلاب. هذا كله طلبنا أنه يتوقف. طبعا المشكلة القيادة، قيادة جامعة صنعاء أصبحت تنظر إلى النقابة كأنها عدو لها، لأنها تطالب برفعة وكرامة أعضاء التدريس. نعم. الآن أصبحت تحارب النقابة وتحارب جميع أعضاء التدريس. كما تعلمون أن هناك تم إجراءات فصل لكثير من أعضاء التدريس على طبعا على أسس سياسية، الذين هربوا خوفا من الاعتقال أو من الملاحقات الآن بدأوا يلاحقوهم، وطبعا أصدروا بحقهم قرارات فصل تعسفية. هذه كلها طبعا طالبنا أنها يجب أن تتوقف، يجب أن تتوقف كل هذه التجاوزات وأن تعاد القيم والأخلاق والكرامة لأعضاء التدريس داخل الصرح الجامعي. نعم. دكتور عفوا على المقاطعة، ولكن الذي تفضلت به هل له علاقة بالتعيينات التي تمت في رئاسة الجامعة وعدد من عمادات الكلية بشكل مخالف للقوانين واللوائح؟ كيف أسهمت هذه التعيينات بهذه المشاكل التي تحدثت عنها؟ طبعا هو في البداية يمكن أن تتابعتوا الموضوع هذا يمكن أكثر من وسائل الإعلام الأخرى، يعني من البداية كان صدر قرار بتعيين رئاسة للجامعة، رئيس ونائبين، من نائب الوزير التعليم العالي اللي كان مكلف في تلك الفترة. وطبعا هذا إجراء يعني انتهك القانون بشكل صارخ، لأنه رئيس الجامعة لا يعينه إلا رئيس جمهورية أو يكلف من رئيس وزراء. فطبعا لا كان موجود رئيس وزراء ولا كان رئيس جمهورية، فمباشرة تصرف نائب وزير التعليم العالي في تلك الفترة بنفسه وأصدر قرارات غير قانونية غير شرعية. اعترضنا في تلك الفترة وأعلنا الإغراب، ثم بدأ بعد ذلك طبعا عملية اجتثاث للعمداء للكليات المختلفة، وبدأوا بوضع عمداء موالين لهم بحيث يغيروا شكل مجلس الجامعة. طبعا هذا كان الهدف منه انه في المستقبل عندما يتم اتخاذ اجراءات مخالفه للقانون يكون مجلس الجامعه تحت تصرفهم، بحيث انه يتم التصويت اصلا على هذه الاجراءات الغير قانونيه، وبالتالي تنفذ هذه القرارات. وطبعا نحن يعني نحاول بقدر الامكان ان احنا نصارع في هذا الاتجاه، ان احنا نمنع اي اجراءات او اي تعسفات ضد اعضاء التدريس وضد القوانين واللوائح النافذه. نعم دكتور، اذا تفضل بالبقاء معي دكتور، واسمح لي لان اشرك معنا في الحديث الدكتوره فاتن محمد، استاذه الصحه النفسيه المساعد في جامعه صنعاء التي تنضم الينا عبر الهاتف من هناك. مرحبا بك سيده فاتن.
مرحبا دكتورة. اهلا ومرحبا بك حبيبتي. اهلا بك. يا مرحبا بك. اهلا بك دكتورة. انت قبل فترة تعرضتي لاعتداء وصل حد التهديد بالقتل على خلفية حديثك ان هنالك في خزانة الجامعة ما قد يكفي لدفع الرواتب كاملة، ولكنها للأسف تتعرض للنهب. ما الذي حدث حينها، وما هل تم الاستجابة لمطالبكم بعد هذه الاعتداء، وما الذي حصل في قضية الاعتداء عليك؟ طبعا اهلا وسهلا بقناه بلقيس، هي فعلا تتناول القضايا الهامه والحساسه بالنسبه لليمن للوطن. طبعا شكرا لكم. انا لو اجيب لك بس كم المبالغ اللي دخلت للجامعه الان قدامي، المبالغ كامله لو اقول لك بس مثلا كليه من الكليات في كليه الطب 1,700,000 دولار، لو اجيب لك كليه لو اقول لك كليه العلوم اكثر من 9 مليون دولار، كلية الحاسوب أكثر من 11 مليون دولار، كلية الهندسة أكثر من 13 مليون دولار، كلية التجارة أكثر من 20 مليون دولار، كلية الزراعة هي أقل حاجة 8 مليون، وفي كلية الطب أكثر من 55 مليون، وطبعا احسبي بعد كده كل الكليات كم دخلها. أنا اللي 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 بيألم يعني احنا كل ما قلنا لهم ايرادات الجامعه يتهربون، واجا مندوبه محمد البخيتي وكلمناها وقلنا له، قلت له اكثر من مره ايرادات الجامعه تكفي لان يصرف مرتبات الجامعه لسنتين قادمتين. طبعا مرتبات اللي بتصرف بالطريقه 200 هي اصلا 240 مليون فقط تصرف لمن رواتبهم في البنك، مو 20 مليون من صناديق الجامعه تصرف من صناديق الجامعه الاساتذه، يعني 360 مليون هي المرتبات الشهريه. دخل الجامعة أكثر من كذا. كل ما كلهم فين الإيرادات حق الجامعة؟ قالوا وديناها للبريد، ومن البريد وديناها للبنك المركزي، ومن البنك المركزي حولت طبعا أخذت بطريقة غير رسمية بأوراق وتوقيعات أخذت وسلمت للحوثية. ساعتها قلت محمد الحوثي أنا بنسأل يعني هل أولا غير قانوني أن إيرادات الجامعة تحول إلى بريد إلى البريد؟ نعم. العالم كله إيرادات المؤسسات تبقى ضمن البنك المركزي للدولة، وهو الذي يقوم بالتصرف بهذه الأموال حسب احتياجات كل مؤسسة وبحسب دخلها، خاصة المؤسسات الإيرادية. نعم. يعني مؤسسة المواصلات كم إيراداتها وتم الصرف المرتبة. كل ما أقول كلام زي كذا إيرادات ما إيرادات يعني يذكر موضوع سخيف وموضوع مش عارف إيش خاص بي، ورغم أني في عندي محضر يثبت أنني من أسأل الجامعة وليس الجامعة تسألني. طبعا هو فيه انسان هو واحد في الجامعه هو سيء، هو اصلا له سوابق ماليه وسوابق تنجيح طلبه بغير امتحانات وما الى ذلك ومشاكل، واحد ثاني ايضا عمل بالكنترول يعمل تنجيح الطلبه ومش عارفه ايش، فكلهم مثل هؤلاء التقوا الى اللجان الاشرافيه. انا لا اعيد في الحوثيين اغلبهم، قد يكونوا السيئين منهم هؤلاء الذين هربوا من افعالهم السيئه الى اللجان لكي يغطوا على انفسهم. فاللي حصل انه طبعا تعدوا لي عداء غير طبيعي، امتحت انه مد يده علي من القلب حتى ما كنتش منتبه، كنت اتصور الولد اللي خرج السكين اللي طعن زميلي محمد الظاهري، فاخرج السكين فخرج عندما لقيته خرج السكين، حاولت ان اصوره بتليفوني فضربني على راسي استاذ زميل في الجامعه. تصوري هذه هي العينات التي لجأت الى اللجان الشعبيه، والان ما عتمش نفوسهم اللجان الشعبيه لانه خجلوا ان يقولوا لجان شعبيه داخل الجامعه، فسموا نفوسهم الملتقى، اي الملتقى، صح الكلمه راقيه لكن هم غير راقيين للاسف. لعلمك نعم. دكتور ما الذي تم بعد هذا الاعتداء الذي تم عليك؟ الان انا في المحكمه، انا كنت استاذه جامعيه اخذ حقي عن طريق القانون واحترم انني استاذه جامعيه. نعم. ولكن بدينا في في في, في النيابه الان لعبوا انا شويه، هذه اول مره اقولها وما حدث معها قبل كذا، ورحت النيابه الاولى وخلتني اجيب حال اجيها ثلاث مرات اربع مرات اسجلها شو اسمه ذاكره بالواقع وبكل الاشياء، وبعدين جلسوا اسبوعين ثلاثه وقالوا لي لا مش عندنا هذه النيابه ليست مخصصه، ورجعنا رحنا مش عارفه، ورجعنا الان في النيابه اللي عند مذبح هذه عندنا في صنعاء على اساس ان طلبوا مني احضار الشهود الان، وانا ماشي يعني مش ممنوع لي مل وحستمر، بس حاجه مهمه جدا. نعم. انت كرامه الانسان اتضحت الصوره دكتوره، اتضحت الصورة دكتورة. اسمحي لي أن أنقل هذا السؤال للدكتور هشام. دكتور هشام لعلك معلش لو سمحتي
سأعود إليك دكتورة وأعطيك كامل الوقت لتحدثي كما أردت، ولكن هذه الجزئية أريد نقلها إلى الدكتور هشام. دكتور هشام، لعلك استمعت لحديث الدكتورة فاتن وعن الحقائق حول الأرقام في الكليات في جامعة صنعاء. أنتم في هيئة الإدارية في نقابة التدريس الخاصة بالجامعة، هل تخاطبتم مع رئاسة الجامعة بشكل رسمي حول هذه الأرقام وحول هذه المقترحات؟ طبعا التخاطب مع رئاسة الجامعة تم منذ البداية، منذ بداية مشكلة عدم توفير المرتبات لأعضاء التدريس. ايضا ليس بس مجرد يعني توفير المرتبات، حتى النفقات التشغيليه لتشغيل الكليات اصبحت منعدمه الان، يعني اصبحت الكليه كليات جميع كليات الجامعه والخاصه العلميه منها لا تستطيع ان تسير نفسها الا بالكفاف، يمكن حتى بعض الاحيان اصبح عضو هيئه التدريس وبعض الاحيان يلزم الطالب انه هو اللي يصرف على الكليه من جيبه الخاص، وهذه طبعا تعتبر من الاشياء المشينه في حق جامعه كبيره مثل جامعه صنعاء. فتواصلنا طبعا مع رئاسه الجامعه وقلنا على الاقل تستطيع جامعة صنعاء توفير نفقاتها يعني التشغيلية وجزء من مرتبات أعضاء التدريس على الأقل من الإيرادات التي تأتي إلى جامعة صنعاء. طبعا منذ بداية السنة الدراسية ومنذ بدأ الطلاب يتوافدون على جامعة صنعاء. دكتور، بماذا يتم الرد عليكم؟ دكتور، بماذا يتم الرد عليكم؟ انا اشرح لك الان. هو اللي حصل انه طبعا عند توريد الرسوم الدراسيه من الطلاب في الكليات المختلفه تم توريد هذه المبالغ الى البريد ومن ثم الى اللي هي وزاره البنك المركزي. طبعا تم رفض بتعميم من وزاره الماليه بعدم صرف اي مبلغ، يعني الايرادات التي كانت تتحصل عليها الجامعه لم تعد تستطيع حتى انها تحصل عليها، فاصبحت الاموال تخرج من الجامعه ولا تعود عليها، وهذا اثر طبعا على العمليه التعليميه بشكل كبير جدا. وطبعا ناقشنا الموضوع هذا مع رئاسه الجامعه، ويمكن قبل نص ساعه من الان كنا في اجتماع مع رئاسة الجامعة عندنا في مقر النقابة، بحيث انه ناقشنا فيها هذه الامور طبعا بالذات، وقلنا لابد ما يتم اعادة الاموال التي اخذت من الجامعة وذهبت الى البنك المركزي ولم تعود مرة اخرى، لابد من اعادتها وحل المشكلة الاقتصادية داخل الجامعة، سواء كان مرتبات اعضاء التدريس والموظفين او حتى على الاقل الميزانية التشغيلية لتشغيل الكلية. نعم دكتور، عفوا على المقاطعة حتى يتسنى لنا الحديث مع بقية الضيوف. في البيان الذي أصدرتموه اليوم في برنامجكم التصعيدي تحدثتم أنه منذ 4 أشهر جراء تحرككم في هذا الموضوع تواصلتم مع الجهات ذات العلاقة. من هي هذه الجهات؟ وهل هي إحداها الحكومة الشرعية، علما أنها تعهدت بدفع الرواتب؟ هل تم التواصل مع الحكومة الشرعية في هذا الخصوص؟ لا، في الحقيقة طبعا هو أحب أن أنوه هنا أن التواصل مع الجهات ذات العلاقة لم يكن حتى من جامعة صنعاء فقط، وإنما كان من المجلس الأعلى للتنسيق بين النقابات في الجامعات الحكومية. لدينا مجلس للتنسيق بين النقابات في 9 جامعات حكومية، ومن ضمنها طبعا جامعة صنعاء. فذهبنا إلى الجهات اللي هي سلطة الأمر الواقع اللي موجودة في صنعاء، لأنه الصراحة يعني لم نستطع التواصل مع الحكومة في عدن. طبعا كما تعلمون انها دائما ما توجه الينا تهم الخيانه والعماله وهذا، وطبعا كان هذا مبرر لهم لاستهداف النقابات، وهم يستهدفوها باستمرار، بس لم نريد ان نعطي لهم هذا المبرر بحيث انهم في الاخير يستهدفوا النقابه لانه بحيث انه يجمدوها او يتهموها باتهامات العماله وما الى ذلك. فقلنا احنا انتم سلطه امر واقع، قبلتم ان تمسكوا الحكومه في مثل هذه الظروف، وانتم تعلمون ان انتم يعني لن يتم شيء، فتتحملوا مسؤوليتكم وتوفروا المرتبات في الاراضي الواقعه تحت سلطتكم يعني. وهذا الذي تم. نعم، اذا دكتور هشام ناجي عضو الهيئه الاداريه لنقابه هيئه التدريس، شكرا جزيلا لك. والان مشاهدينا الكرام ينضم الينا الدكتور احمد عتيق عضو الهيئه الاداريه في نقابه هيئه التدريس من السعودية. مرحبا بك دكتور، وأبدأ معك من حيث انتهيت مع الأستاذ هشام ناجي بأنه تم منذ 4 أشهر التواصل مع الجهات ذات العلاقة، وحسب قوله لم يتم التواصل مع الحكومة الشرعية في عدن. لماذا لم يتم التواصل مع الحكومة الشرعية وهي تعهدت بدفع مرتبات الجميع؟ دكتور أحمد، هل أنت معي؟
لعل الاتصال بالدكتور احمد ليس جاهز الان. اذا اعود اليك دكتوره فاتن، ايضا اعيد اليك نفس السؤال، لماذا لم تتواصلوا مع الحكومه الشرعيه في عدن؟ والله العظيم ان احنا يعني بقول لك احنا في وضع لا نحسد عليه. يعني اذا كان من اول يوم قلنا لهم هذا اللي بتعملوه في الجامعه غلط، الهدم هذا اللي بتعملوه غلط، التعيينات الغير قانونيه بحسب العالم كله، لما يعين معيد مقبول ويعين معيد، لما يعين استاذ عمره 58 سنه، ولما يعين يعني واحد مش موجود خالص ويعين دكتور في الجامعه، تعيينات غير طبيعيه غير سويه، يعين نائب عميد في الكليه وهو استاذ مساعد القانون في العالم كله، في لوائح الجامعات كلها في العالم كله يجب ان يكون يا استاذ على الاقل استاذ او استاذ مشارك، وان يتم بالانتخابات وكل شيء بيتم بالانتخابات، الغوا الانتخابات، انا عملت 90% من انتخابات النقابه السابقه للعمداء وغيرها واقسام تنتخب كل حاجه، للاسف هم جايين للهدم وليس للبناء. كيف انا ما اجي اتكلم بكلمه بسيطه يقول لي يا عميله يا مرتزقه، وصلت لحد انه الماخذي هذا سماني يا ما يعني كلمه لو اقول لك يعني استغفر الله العظيم كلمه ما اقدر اقولها، يعني معلش نسيت كلمه كلمته كثيره وبكل ادب وبقحه، ايش تتوقعين نتواصل بالشرعيه مثل احنا ما لنا دعوه بالشرعيه. احنا ما لنا دعوه بالشرعيه، احنا لنا دعوه، انتم حبيتوا ان تحكمونا وكل راعي مسؤول عن رعيته، احنا مسؤولين منهم هم. نعم. اذا هم مش قادرين يسيبوها، قادرين يعدلوا، مش قادرين يسيبوها. نعم. كفا ما يحدث لنا. اتضحت الفكره. تسمعين الشكاوات، لو تسمعين شكوات الدكاتره والله العظيم يألمك قلبك يا بنتي. تصور لما تجي استاذه جامعيه تقول لك انا ما عنديش حق الانسولين حق امي، انا مش مشكله ابني تعبان مش مهم، بس امي كيف اجيب الانسولين من لها ومنين اجيب؟ يعني انا مش قادر اطلع الكليه اليوم ما عنديش حق الدكاتره اللي تقول لك يعني يعني لما كيف الشعب كيف بقيت الشعب المسكين؟ كيف بقيت الناس الجواعة؟ كيف بقيت الناس اللي ما عندهم وظائف؟ كيف بقيت يعني هذول جايين ما نش عارفه، لعنه علينا من الله، لعنه علينا من الله، الله يغفر لنا لو كنا اذنبنا الله يغفر لنا بس، لكن هم ربنا يحكم لنا فيهم. نعم. ربنا يحكم لهم. نعم دكتورة فيهم. الله المنتقم الجبار. نعم دكتورة ابقي معي وسأعود إليك بعدة أسئلة، الآن فقط اسمحي لي أن أشرك معنا في الحديث الدكتور أحمد عتيق وهو عضو الهيئة الإدارية في نقابة هيئة التدريس الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من السعودية، مرحبا بك دكتور أحمد، هل أنت معي؟ مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور، هل تتوقعون أن يكون هناك تجاوب لمطالب زملائكم في هيئة التدريس في جامعة صنعاء وما هي الخيارات المتاحة أمامهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سؤال الإجابة عليه عسيرة جدا، أن يكون هناك تجاوب لما يطرح من قضايا هامة ومطلبية، والإجابة تكمن صعوبة إلى أن من يتعامل مع الجامعة لا يدرك الأهمية الأكاديمية ولا الأهمية التنموية ولا الاجتماعية ولا حتى يدرك أهمية مسألة التعليمية برمتها، ولذلك هو يتعامل مع الجامعة بوصفها مكان ضمن إطار السلطة التي استحوذ عليها. نعم. فيجب أن تخضع لسلطته ولهيمنته، ومن تم أي مطالب أخرى لا علاقة له بها إلا أن يرى نفسه الآمر الناهي على البلد ومن ضمنها الجامعة، لا يدركون معنى جامعة، لا يدركون معنى تعليم، هم جاءوا من الكهوف ليصبوا جام حقدهم على المتعلمين والمعلمين، هم يعني عدو يعني العداوة الأساسية معهم هي مع الجامعة. وندرك أن المخلوع الذي كان يحكم البلد لثلث قرن كان الهم الأكبر عنده هو محاربة الجامعة وحصار جامعة صنعاء بالذات، أي أن جامعة صنعاء يعني مكانتها العلمية العالمية وبما تقدمه للمجتمع من يعني أدوار رئيسية كان علي عبد الصالح يرى إليها كعدو، كمنبر يقض مضجعه يقلقه، ولذلك هو كان يعمل على تحسين أوضاع كل الفئات الموظفين إلا جامعة صنعاء. نعم. إلا الأساتذة، فما بالك الآن مع سلطة ليس لها رؤية كيف تحكم، ليس لها مشروع سياسي ولا تنموي ولا اقتصادي، وليس لها مشروع يعني يخدم التعليم. نعم. مشروعها فقط هو العداء مع هذا مع هذه المؤسسة التي يمكن لها أن تنبه المجتمع، أن تساعد المجتمع إلى أن ينتفض على هذا
الوباء على هذه المشكلة الكبيرة التي نعم عادة نعم دكتور هذا ما لاحظناه من انضمام نعم دكتور عفوا على المقاطعة، ولكن بحديثك عن الانتفاضة الجمعية أن هناك انضمام لأساتذة جامعتي عمران وذمار أيضا لمطالب أساتذة جامعة صنعاء، كيف سيسهم هذا الانضمام ويقوي هذه المطالب وإلى ماذا يشير هذا الانتفاض في عدد من الجامعات والمؤسسات؟ أنا أقول أولا المعاناة في جامعة صنعاء هي ذات المعاناة في كل الجامعات، هي ذات المعاناة في كل مؤسسات الدولة، ولذلك الصمت على هذه المشكلة والتفرج على ما يحدث في جامعة صنعاء يعني يعتبر عار ومخزي على كل من يتفرج ولا يعني يحرك ساكنا، خاصة الذين يعني إلى زملائنا الذين يعني ينتمون إلى هذه النخبة في جامعة عمران، في ذمار، في عدن، في كل الجامعات. ينبغي أن تتضافر الجامعات كلها في سبيل يعني إنضاج هذا الموقف وإنجاحه والخروج منه بتحقيق المطالب التي طرحت. ليس المطلب الراتب، وإن كان هو المطلب الأهم، مطلب الراتب هو المطلب الأهم، إذ أنه يمثل الحياة ويمثل يعني تحريك الحياة الأساسية، وإذا انتهى الراتب معناته أنها تتوقف الحياة. نعم. وبالتالي سواء كان هناك إضراب أو عدم إضراب لابد أن تتوقف العملية التعليمية أوتوماتيكيا يعني أو بطريقة تأثير مباشر على أن توقف الرواتب. فأقول أنه يعني الجامعات، زملائنا في الجامعات الأخرى يعانون ذات المعاناة، لماذا لا يتحركون؟ لماذا لا نسمع صوتهم؟ لماذا لا حتى بالكلمة، حتى يعني إن كانوا قد استسلموا لهذه المسألة بشكل يعني كما نرى، فيعني أقل الواجب أن يتكلموا، أن يعني يساهموا في توضيح المشكلة. جامعة صنعاء لديها مطالب أخرى، هو تصحيح يعني غير الراتب، هو تصحيح العملية الإدارية في جامعة صنعاء. نعم. التي اتخذت بطريقة غير سليمة وغير قانونية وبعيدة عن المعارف عن الأعراف الأكاديمية، أيضا إخراج المتدخلين في سياسة الجامعة من الطلاب والمتنفذين. تخيلي أن طالب يعني يتدخل في قرارات الجامعة، طالب وينبغي أنه جال التعليم وجاء يعني ينهال من العلم والتعلم، لا، هذه المرحلة بدأ أن الطالب هو من يفرض سياسة ويعني يصدر أوامر، ويعني وهذه المسألة يعني غير مقبولة. وفي اجتماع قبل يومين شيخ التعليم، أنا الذي يسموه وزير التعليم حازب، شيخ التعليم العالي يجتمع بمجموعة من الأساتذة والطلاب ومن الحوثيين والمؤتمريين ليحرضهم الوقوف أمام زملائهم بشكل يعني قوي، ويقول لهم نحن في يعني مرحلة لابد أن نتضافر، ومطلب الراتب والمطالب الأخرى ليس وقتها الآن. متى سيكون مطلب الراتب؟ إذا لم يكن مطلب الراتب هو الآن وتحريك هذا المطلب الآن، متى يكون؟ بعد أن يتوفى أعضاء هيئة التدريس، بعد أن يعني يتوفى أبنائهم، بعد أن يفقدوا الحياة، متى؟ هذه مسائل يعني يطرحها يعني غير ذي صفة مع التعليم. فقط أنه عين على كرسي التعليم، وبالتالي رأى أنه يتعامل مع أعضاء التدريس كشيخ والبقية رعية يجب أن يسمعوا ويطيعوا من دون أن يحركوا ساكنا. هذا الكلام غير مقبول. يعني نعم. وصلت الفكرة دكتور، شكرا لك. على المستوى العالمي وتحترمها كل الجامعات، ولذلك من هذا المنطلق ومن هذا المنبر لابد أن يعني أن نقول أنه كل الجامعات حتى في الوطن العربي نطلب منها أن وصلت الفكرة دكتور، إلى جامعة شكرا جامعة لك. أن أعتذر على المقاطعة ولكن لم يعد لدينا وقت، حاولنا الاتصال بك منذ بداية الحلقة ولكن للأسف لم نتمكن من ذلك. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد عتيق، عضو الهيئة الإدارية في نقابة هيئة التدريس. إذا عودة أخيرة لك دكتورة فاتن، وبأقل من دقيقة تصعيدكم هذا جاء نتيجة تعميم إداري من رئاسة الجامعة يقضي بمنع تسليم نصف الراتب لكم إلا بتسليم الامتحانات. هل هو موعد تسليم أسئلة الامتحانات الآن؟ وإذا ما خضعتم لهذا الطلب ما هو أثر ذلك؟ لماذا تمتنعون عن تسليم الأسئلة الآن؟ شوفي حبيبتي، هو إيش سلاحنا إحنا الأساتذة؟ إحنا ما إحناش تجار ولا معانا بضائع، إحنا معانا ندرس نسلم امتحانات وما إلى ذلك. وهذه تجارتنا، هم بيستغلونا، لن نخضع، لن نسلم الأسئلة حتى يتم تسليمنا مرتباتنا. نعم. هم يعني ذكروا القوة في كل مكان، لكن احنا صفوة المجتمع.
وهذه رسالة بقدمها من صفوة المجتمع لجان تخليني أقرأها لي إلى كل القوى في الداخل والخارج. نداء استغاثة لإنقاذ جامعة صنعاء، ابعدوا جامعة صنعاء وكل الجامعات عن صراعاتكم، انقذوا التعليم في اليمن قبل أن نفقد الاعتراف به من قبل العالم. نعم، أني أشتي أبكي. شكرا لك دكتورة لمشاركتك. للأسف انتهى وقت الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام، لا يسعني بالأخير إلا أن أشكركم على حسن المتابعة وأشكر ضيوفي. كان معي الدكتور هشام ناجي عضو الهيئة الإدارية لنقابة هيئة التدريس من صنعاء، والدكتورة فاتن محمد أكاديمية وأستاذ في جامعة صنعاء وعضو هيئة التدريس، وكان معي أيضا من الرياض من السعودية الدكتور أحمد عتيق عضو الهيئة الإدارية في التدريس. وهذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلي من الإعداد محمد عبد المغني. نلقاكم على خير في حلقة قادمة. إلى اللقاء.